ده انت فكره يا فندم انك انت تعملي عمق شعبي وعلاقات شعبيه قويه جدا، لا ده ما في مهم عملش جدا. الحاجه دي طبعا. طبعا دي طبعا طبعا بتخفف من الاحتقان اللي قد يكون بين صحيح الدول او بين الحكومات او ما شابه ذلك. نعم. النهارده انت لما تودي مثلا بلد زي السودان او جنوب السودان او أي. او تنزانيا او الصومال او كده، دي عمليه غايه في الاهميه. يعني ده بالعكس، ده ودي وهو احساس احساس الشعوب بالشعوب طبعا، ان دوله مصر مهتميه بيهم والتجانس بين الشعوب والتفاعل. لا ده بتبقى حاجه عظيمه جدا جدا جدا. صحيح. التحالف هيعتمد على تبرعاته واشتراكات اعضائه او من جزء من تخصص الدوله. التحالف هيبقى ليه خطط وخطط طموحه جدا جدا. انا النهارده بعتبره بعد اذن حضرتك يوم عيد للعمل الاهلي، والنهارده فعلا العمل الاهلي بيعيش ازهى عصوره. ازهى عصوره. النهارده بنفتخر ان احنا عندنا 40,000 جمعيه ومستقله. التحالف لا يعمل في منعزلا عن الدوله. التحالف بيقع بروتوكولات تعاون مع عدد كبير من الوزارات، من وزاره التضامن الاجتماعي، وزاره الزراعه، وزاره التخطيط، كل الوزارات هيكون لها تفاعل وتلاحم، لان احنا لا نشتغل منفردين. ايوه. بالعكس التحالف لا يؤثر تاثيرا سلبيا على الاتحاد العام للجمعيات الاهليه ان انا باشر برئاسته. لا أيوة. بالعكس، ده الاتحاد العام بيشرف ان هو عضو في التحالف وشريك في التحالف. ده كان سؤالي لحضرتك، هل هيبقى في انفصال؟ لا هل يا هيبقى فندم، في تكامل؟ هل هيبقى في تاثير؟ في تكامل، بنكمل بعضينا، وكلنا هدفنا بلدنا وهدفنا المواطن البسيط، هدفنا ان احنا نساعد في خطه التنميه الاقتصاديه واجتماعيه للدوله المصريه. نعم. احنا مش هنقعد نتفرج، احنا لازم نكون مشاركين ومشاركين فعلا. يعني الحكومه بتسعى على قد ما تقدر وزياده. لما في شركاء لابد ان يكونوا موجودين، القطاع الاهلي والقطاع الخاص. ايوه. احنا داخلين في يعني مرحله، والقطاع الاهلي دايما نقول هو بيعمل التوازن ما بين الحكومه وبين القطاع الخاص، احنا كيان غير هادف بالربح. هو ايه الفرق بين القطاع الاهلي والقطاع الخاص يا دكتور طلعت؟ الفرق بين القطاع الخاص هو كيان طبعه بيقدم خدمات، ولكنها خدمات الهدف منها الربحيه. انا قطاع اهلي، انا بقدم خدمات ليس لي اي اهداف ربحيه، انا وده من ضمن البنود اللي سياده الرئيس صدق عليها. طبعا يكون غير طبعا غير هدف الربح، غير هدف الربح، غير يساهم باكثر من 30% من الخدمات الصحيه للمواطنين. أيوة. في صوره عيادات ومستشفيات ومستوصفات وصوره قوافل طبيه. انا بقول لحضرتك واطمنك واطمن الشعب المصري من خلال حضرتك من برنامجك المحترم، ان شاء الله باذن الله التحالف هيبقى اقوى واقوى بعد كمان بعد رئيسنا رئيس مصدق على القانون. لا ان شاء الله هتبقى في خطط وبرامج هتبقى على مستوى كل جمهوريه مصر العربيه. اقول لك على حاجه يا دكتور طلعت، من الحاجات الجديده اللي عملها التحالف الحقيقه، وانا تركيبه بتحترم فكره العمل وقيمه العمل اللي